أن تفكر أحيانا، تمسك بالمصحف تقرأ آية واحدة لا مانع، ليس شرطا أن تنتهي من صفحات معينة، تجلس نصف ساعة يكفي أن تجلس على آية واحدة بشرط أن تفكر في هذه الآية وتعيد قراءتها. من العلماء من يفكر في هذه الآية، معانيها العلمية، معانيها البلاغية، معانيها الإعجازية، معانيها التشريعية. ومن الناس من يفكر في آية واحدة يحاسب نفسه. عائشة رضي الله عنها يروي ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر يقول: مررت على عائشة رضي الله عنها ووجدتها تصلي الضحى وهي تقرأ قوله سبحانه: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تكرر الآية، تقرأ الآية في صلاة الضحى. يقول: فذهبت فانتظرت. يقول: في البداية انتظرت ثم ذهبت، ذهبت قضى حاجة وعاد، فوجدها قائمة تصلي وتكرر الآية نفسها وتعيدها: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.